بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على الرحمة المهداة. يوم جديد معطر بذكر الله ومنسم بنفحات الاشتياق والمحبة لكم تلامذة الأخيار، في صبحية جديدة عطرة ليوم الثلاثاء 25 من رمضان المعظم 41400 هجرية، الموافق 19 من ماي 2020 ميلادية. هذه الصبحية المباركة ترتكز أساسا على تقديم الدرس 40 والذي يهم مادة اللغة العربية في مكونها التراكيب دعم عام وفي موضوعها المفعول المطلق ولأجله، ولهذا الدرس هدف ينتظر من المتعلم والمتعلمة أن يتمكن منه، ألا وهو دعم وتثبيت حصيلة المكتسبات المتعلقة بدروس الوحدة الثانية من مجال الحياة الثقافية والفنية. فالمفعول المطلق كما درستم ذلك تلامذة الأخيار هو اسم مصدر يأتي منصوبا إذا كان مفردا بفتحتين، وإذا كان مثنى بالياء، وإذا كان جمعا مؤنثا سالما بتنوين الكسر النائب عن الفتح، وإذا كان جمعا مذكرا يأتي منصوبا بالياء. ويكون المفعول المطلق من جنس فعله، أي أنه يتضمن نفس حروف الفعل الذي يأتي طبعا في الجملة. أما عن أنواع المفعول المطلق فيأتي إما لتأكيد معنى الفعل، مثال أحب وطني حبا، فحبا هنا مفعول مطلق يؤكد ماذا؟ معنى الفعل. أو يأتي لبيان نوعه، أي نوع الفعل، مثال قاوم العدو مقاومة الشجعان، فمقاومة هنا مفعول مطلق يبين نوع الفعل. وأخيرا بيان عدد مرات وقوع الفعل، مثال خطوت خطوتين هنا مفعول مطلق منصوب بالياء لأنه مثنى، أو خطوات مفعول مطلق منصوب بتنوين الكسر النائب عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. وأحيانا نجد بأن المفعول المطلق يحذف في الجملة وتنوب عنه بعض الألفاظ، مثل كل وبعض وأي وعدة مضافات إلى مصادر الأفعال، مثال أجلها كل الإجلال، فكل هنا تعرب مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر ومضاف، والإجلال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. أو قد ينوب عن المفعول المطلق مرادفه، مثال قام التلميذ وقوفا، فقام بمعنى وقف، إذن وقوفا هنا مفعول مطلق نائب المفعول المطلق منصوب بتنوين الفتح الظاهر على آخره. أو قد تنوب عنه صفته، مثلا اقترب منه قليلا، فقل هنا نائب المفعول المطلق لأن تدل على صفة، وغير ذلك من ما ينوب عن المفعول المطلق تماما. نأتي الآن إلى المفعول لأجله، وهو أيضا من المفاعيل التي تأتي منصوبة، وأيضا اسم ومصدر قلبي بمعنى أنه يدل على أحاسيس قلبية داخلية كالحب كالخوف كالبغض إلى غير ذلك، ويبين ماذا؟ علة، أي سبب وقوع الفعل. يأتي منصوبا إذا كان صريحا، مثال أصوم طاعة لله، فطاعة هنا مفعول لأجله منصوب بتنوين الفتح الظاهر على آخره. أو يأتي مجرور بحرف جر يفيد التعليل، أي مفعول لأجله غير صريح، مثال تغني للتعبير عن الفرح، فلي حرف جر مبني على الكسر، التعبير اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. وشبه الجملة من الجر المجرور للتعبير في محل ماذا؟ نصب مفعول لأجله، أو نقول للتعبير مفعول لأجله مجرور باللام عن الفرح.
أو يجوز في المفعول المطلق عفوا المفعول لأجل أن يتقدم على عامله، مثال استجماما أسافر، فاستجماما هنا مفعول لأجله مقدم تقدم عن عامله الذي هو الفعل. إذن نماذج إعرابية تطعم فهم الدرسين، مثال الأول حجا مبرورا، فحجا هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره لعامله المحذوف، تقدير ماذا؟ حججت. مبرورا هنا نعت حقيقي تابع لمنصوب وعلامة نصبه الفتحة عفوا تنوين الفتح الظاهر على آخره، فحجا هنا نائب المفعول المطلق منصوب. جملة ثانية رهبة أركض، فلماذا أنا أركض؟ رهبة أو خوفا أو خشية، إذا رهبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ تنوين الفتح الظاهر على آخره. أركض فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أن. فيما يتعلق بالأنشطة الداعمة للدرسين، السؤال الأول أسطر تحت المفعول المطلق وأبين نوعه ضمن الآيات الكريمة الآتية. يقول الله تعالى في سورة الصافات: فنظر نظرة في النجوم، إذن أين هو المفعول المطلق؟ وبين نوعه. في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا، أين هو المفعول المطلق؟ وما نوعه؟ وفي سورة المزمل يقول عز من قائل: ورتل القرآن ترتيلا، أين هو المفعول المطلق؟ وما نوعه؟ السؤال الثاني: أكمل الجمل الآتية بالمطلوب مع الشكل، المطلوب أن تكمل بالظواهر التراكبية المطلوبة. الجملة الأولى: مر القطار، المطلوب أن تكمل الفراغ بمفعول مطلق السحابي. تمهلت تمهلي، الفراغ تملؤونه بنائب المفعول المطلق. أما الجملة الثالثة: حكم جان له، تملؤون الفراغ بمفعول لأجل صريح. وآخر جملة: تملؤون الفراغ بمفعول لأجله غير صريح، والجملة: أزاول الرياضة. السؤال الثالث: أعرب المنصوبات التالية بما فيما يلي. يقول الله عز وجل: وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. فابتغاء هو اسم منصوب، ماذا يعرب؟ قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، إذا القول هنا اسم منصوب، ولكن ماذا يعرب؟ لاهية قلوبهم اسم منصوب، ما موقع من الإعراب؟ والصافات صفا، ما حكم صفا في الإعراب؟ سؤال الإعراب: استبسل الجنود استبسال الأبطال قهرا لعدوهم، فالمطلوب منكم أن تقوموا بإعراب هذه الجملة إعرابا تاما. ها قد وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى منتهى الحصة تلامذة الأخيار، فيرجى منكم أن تحرصوا على إنجاز الأنشطة الداعمة إنجازا مركزا ومنظما حتى تعم الفائدة أكثر. وهذا فما كان من سداد وهدي وتوفيق فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.